كنت جاي على وعد معين وانا مفيش فلوس معلش مفيش فلوس يعني اسكت بص شيلي اول ساعتين لا حاجات لطيفه جايه بوزيتيف بوزيتيف عايزين بوزيتيف مش بقول لك الكاميرا قد كده والميكروفون قد كده. اولا انا هقول حاجه يمكن ناس كتير ما تعرفهاش اختم بقى هند عشان اقولهم تاني الشغف التحقق التأمين المادي في 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 اه في طب ما انت ممثل ممكن خليك تفضحيني في ثانيه دلوقتي بيجوا في الاول الله سو نايس بعد ساعه عايزه حاجه حبيبتي بلبس منهم كل رمضان انا يا سلام ايوه بتبعت لي انت كل رمضان غلابه ناسي اه انا كنت اسالك جت منين سكن شانس لان هو شكله ما شافش سيزون 1 على فكره طيب ربنا يديمها نعمة الحمد لله ابعت لرمضان ده كل سنة انت طيب كل سنة انت طيب كل سنة وانت طيب انت اللي كتبته اصلا فاكر يا ده صح ده ناسي كل حاجة عشان خاطر الجمهور بس هيفهم انك مش شغف طيب اوكي كمل ما بيقروش الديسكريبشن ما بيقروه يعني خليني ساكتة بقى عندنا سماحة في كل حاجة ف انا ممكن اقعد انا 7 ساعات هنا لا لا هخلصك افكركم ان كل ده ببلاش انا ما اتكلمتش كده ببلاش غير مع عيال صح صح طيب خبره وخيبه لا شفت جلد الذات عندك عالي قوي لا لا تو ماتش اوكي والله العظيم بتأدي زي يعني لا والله فخوره جدا بجد يا رب اكون وشي حلو عليكي يا رب ما تكسريش ورايا اقول لك ونفسي يقول وات اباوت يور فيرست اوسكارز هند الممثله دخل على 5 الا ربع ها خلاص والله خلصي خلاص استنوني في حوارات مع عباس بودكاست لذيذ هيعجبكم وانا على طبيعتي موت هند صبري